أنا تسنيم أنا عمري 9. علي صوتك يلا. أختي فخية. أول مولد التسنيم ولدتها وروحت عادي على الدار، ما كنتش اعرف عن وضعها ولا شيء. على الاسبوع رحت اعمل لها فحص الكعب، اللهم بحكوا لي انها معها متلازمه داون، وطلبوا ان نعمل فحص الكروسومات، بس احنا جوزي قال احنا اللي الله اعطانا يا ربي خلص متقبلين فيه وما عملناش يعني هذا الفحص. مشينا على يعني انها تعاملنا معها كاي طفل عادي في البيت. كل شيء يعني في بدايته بكون صعب شوي، بس الحمد لله رب العالمين احنا تقبلنا الوضع ومشينا معها، يعني احنا ربناها يعني وتعاملنا معها كطفل عادي يعني زي ما ربوا اخوتها ربناها هي الحمد لله. ضلينا يعني ما اخذتهاش ولا على جمعيه ولا على شيء. بعد ما صار عمرها 4 سنين ونص فكرت اني لازم اخذها واجيبها، فضليت سمعت انها عن جمعيه رحيم انها بدها تفتح، فضليت يعني عبين ما فتحت الجمعيه، والحمد لله رب العالمين توفقنا ودومنا فيها والحمد لله رب العالمين. تحسنت يعني نسبة كبيرة، تحسنت تسنيم بعد ما صرنا نروح على الجمعية وتأخذ جلسات نطق ووظيفة ويكون الحمد لله رب العالمين. برافو ما شاء الله عليك. هلا هاي يلا شو هذا الحرف؟ حرف وصارت شو صارت الرؤو؟ الرؤو. برافو. المدرسة أنا يعني من البداية كنت حابب أني أنا أبعتها على المدرسة على أساس أنها يصير عندها دمج وتتعود أنها تتعامل مع الأولاد الطبيعيين أكثر من اللي زي حالتها. وفي الجمعية شجعوني على هذا الإشي أني أنا أبعتها على روضة أنها على أساس أنها يصير عندها دمج، عندها تساعدها على المستقبل أنها تتعلم يعني مع الجمعية، يصير تعاون بين الجمعية والمدرسة. صحيح هي أنا بتعامل معها زي أي طفل، بس في صعوبات إنها مش كثير الأمور بتستوعبها زي أي طفل، يعني بدها تدريج في الحكي، بدها استيعاب أكثر من الأولاد العاديين، فبدها يعني صبر وبدها قوة إرادة وتحمل يعني اللي تتعاوني معها وتقدر تتواصلي معها في أمور الحياة. المجتمع بشكل عام بنظر يعني للأطفال زي هيك، يعني أنت بتحسي مثلا بتطلعي في سيارة مش كل الناس طلعتها بتلاقيها نفس التطليع، في ناس بتطلع في باب يعني شفقة أو إيش، بتحس يعني إنه مش متعاطف مع الطفل نفسه، وفي ناس معرفش يعني كيف بتطلعوا لهم يعني نظرة مش مريحة. أنا رسالتي للمجتمع يعني بشجع يعني بطلب من يعني جميع الناس إنهم يعني يتعاملوا مع الأطفال اللي في الحالات اللي زي هيك والحالات الأصعب من هيك، إنهم يتقبلوهم في المجتمع، يحاولوا يساعدوهم إنهم يدخلوا مدارس يدخلوا مراكز، واللي ما عندش مثلا قدرات انه يدخل ابنه يعني في مراكز او شيء ما عندش مصاري يدفع، انه يلاقي في حدا اللي يساعده واللي يقدم له خدمات انه يتواصل مع ابنه ويضل ماشي معه على طول اللي يتحسن للافضل دائما.